مشاهدينا، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الإنساني حكايتي في موسم جديد. حكاية هذه الحلقة ما نقولوش بطلها وإنما ضحيتها طفل في سن الظهور. اليوم غتعيشوا معنا حكاية الطفل حمزة اللي كيبلغ من العمر 8 سنوات. هذا الطفل كان ضحية خطأ طبي في ليلة الختام، خطأ اللي غيحطم حياته ومستقبله وخلى الأم ديالو عايشة في صدمة كبيرة بسبب هذا الخطأ. باش تعرفوا معنا القصة كاملة تابعونا. لكن تفكري باللي غادي يكبر كي غادي يولي الدر عملية، ولدي عنده عملية وما تيتسوقوش ليه الشيفان، ما كيخليوش يقدم باللي ما غاديش يلقى راسو راجل كي غادي يولي. الدراري عندهم ولا ما عنديش؟ انا بقيت حال ما كنتحر، هو با غيقول عليكم شتو كون قالوا يتبيع الدم ديالك كلوة حيدة وتبيعها على حساب الانبياح. من بعد يتزوج ودار وليدات ويهز مرته ويهز ولده ويولد يشوف ولادو. واش نمشي نصرح؟ واش نمشي ندير شي حاجة خارجة للطريق؟ راه ما عنديش، راه ما كرهتش ليه. انا ام حمزه، ختنت واحد السيده وراتني واحد الجمعيه، قالوا كيختنوا الدراري الصغار. هذا طب بزاف دار الشباب، ديتو كانت عنده عام، ديتو ختنتو. ومنين ختنتو خرجت لي واحد السيده ملابس وكل شيء والدري كيذكر بالبكاء، قالت لي ما تحيديش لي الفاصمه، ديري لي غير الضوء من الفوق صافي وخلي لي الفاصمه. انايا داكشي اللي قالتو لي درتو. الدري كيبقى يبكي، عيط للطبيب، عيط للطبيب، الطبيب هو الضرباط. عيط لي قلت لي شوف راه ولدي راه مزير، عنده الحريق وبغيتك تجي تشوف لي ولدي. مني جا شاف لي ولدي قال لي هاد الدري راه ما عنده حتى حاجه، كلشي عادي. الطبيب جاي معرقان، جاي عارف راسو شنو داير. شويه باه كيدي الحمام حتى كيلقى الدري ما عندوش الذكر ديالو. باللي ديتو قلبتو هنايا شفتو بان لي الذكر ديالو داخل، جيت نقلب لي المبيض ديالو ما لقيتهمش، جاني عجب. كل ساعه عدو البوله وما كيبوش، داك البوله اللي بوله عاديه كينقطه وكتمشي. ويا كرفصو في الطهارة يعني ما خصوش يتختن صافي. بقيت متبعه، منين تبعت بقاوش كيعطوني الطب الوقت اللي تنسول على الطبيب يقول لك ما كاينش الطبيب، ما كاينش. تنعاود عاوتاني تنجيو تنراجعو تنسول تيقول لك ما كاينش، الا واحد تخينا اللي قال لنا انسان انا بغيتو الطبيب انا غادي نعتو لكم ولكن ما تجبدونيش انايا. الا علاش قلنا لي، قلت لها لك امان، قال لي راه غادي ندوز للبلاصه الفلانيه من اللور ففين كانت يدوزو دوك 16. تماك مشينا دخلنا لقينا الطبيب مريح اللي دار لي، لا اللي ماشي اللي ختنو، اللي دار لي العمليه على الفدق وعلى المبيضات. باللي لقينا تماك دار فينا، قال لك شكون اللي وراكم انا كاين هنا؟ قلنا له ودي راه حنايا واحد السيد لقينا، ما قال لك راه الطبيب راه فينا هو، حنا راه ما قال لك لا انا ما كانش عليهم يوريوكم. هلا بقينا مع عودت هي الحاله كيفاش باللي شاف الدري. هلا قال لك اودي قلبوا، قال لك عدوا الفدق وعدوا مبيضه طالع لي الكرش هنايا اقرب وقت يدير العمليه. دار ليه العمليه الاولى نجحات ديال الفدق والفولات. العمليه الثانيه ملي دار الفدق والفولات عاد الدري فاش دخل لي الذكر ديالو كامل. دار العمليه نجح، هبطوا لي المبيضه ديالو حيدوا لي الفدق. باللي سولتو على الذكر ديالو هاد الطبيب اللي دار لي العمليه قال لي انا ما عندي ما نقول لك، خاصو يشوف الطبيب اختصاصي بيا داكشي. قال لي ماشي غادي تتبع الطب اللي قالوا لك غادي، قال لي الطبيب اختصاصي، قال لي انا النصح، قال لي الطبيب اختصاصي خاصك تشوف. انا ولدي ما كانت عنده حتى حاجه، زيد عادي يعني الوزن وعبروا ليا وكل شيء. اي فوا اللي وقع لي المشكله في الطهاره هذا اللي ختنو، انا كان باغي نتابع هذا اللي ختنو يعني ما سميتو الختانة اللي مكرفص ليا الدري. دابا راه ما كينعش ليا، دابا راه اللحم ديالو تنفخ، اللحم ديال الذكر ديالو تنفخ وكيتصرط ليه الذكر ديالو. الدري بلي غادي يكبر، غادي يبغي يتزوج، غادي يبغي يدير ولاد، بلي ما غاديش يلقى راسو راجل كي غادي يولي اش غادي يقول؟ غادي يجي عاد يقول لي انت السبب. اول حاجه يقول لك والدي هما سبابي في هادشي، غادي يقدر ينتحر، غادي يقدر يدير شي حاجه في راسو. كنفكر لي المستقبل ديالو يعني مستقبله ضيع يعني شرفه
مني كبر شنو ما عنده الشرف ديالو من واحد النهار قال باه قال لي بابا لا بقيت بحال ماك غنتحر. علاش بابا انا بحال ماك؟ دا الحمام وقالها لي، قال لي بابا مالي انا بحال ماك والدراري عندهم وانا ما عنديش، انا بقيت بحال ماك غنتحر. هو با غيقولها ليكم. وجا قالها لي، قال لي بالي بالدرير. اشنو قال لي؟ شنو قال لي؟ شنو قال لي؟ قلت له ما عندي ما ندير اخويا، انا جريت جهدي وكمل على الله سبحانه وتعالى. ودابا راه بالليل اقسم بالله العظيم ما كينعش، بالليل ما كينعش. ويقدر نقدر انا ما نبقاش عايشه، حيت غايقول لك انت اللي ما عالجتينيش. ما سمحتش ليكم ثم اللي خليتوني بحال هكا. ماشي انا ما نقدرش ولدي نخليه بحال ما هكا. انا راه مشيت طلبت عليه وبات حوايج وبات ماني على قبل ولدي باش يتعالج، وفي الاخر الطبيب داو ليا غير فلوسي. هذاك الدكتور خاصو ضروري يخلص، الا علاش حياه ولدي ضايعه. انا تنطالب غير حاجه وحده من الحكومه، جبد لي الدوسي. الا علاش هما عارفين الدوسي فين كاين؟ راه ما كاينش ما يقول لك راه ما عارفينوش، راه عارفين الدوسي فين كاين. شدوا لي غير الدوسي ديال ولدي ويجي هذاك الدكتور ويجي غير يهضر معايا ويقول لي شوف اختي انا غلط مني، ولا يقول لي اشنو ولدك شنو عن الطب كاملين. قال لك اللي حط في ايدو النوبه الاولى هو اللي خاصو يحط في ايدو، هو اللي خاصو يجي يقاد هذا الشغل اللي دار. انا ما بغيت مع عنده، واخا هو كيسمع مني ما بغيت مع عنده والو اختي. انا بغيت مع عنده غير يشوف الحاله ديال ولدي، لكن كيسمع مني ما غنديم. انا ما عندي حتى حاجه، عندي لله سبحانه وتعالى. انا راجلي كاع ما خدام وكيمشي كيخدم كيقول لهم راه عنده عمليه، ولدي عنده عمليه وما تيسوقوش ليه الشيفان، ما كيخليوش يخدم. ما حتى واحد معقل عليه، عام ونص هو بارك من الخدمه ما لاقاش الخدمه. راه تنمشي تندور تنعيا تنجي في حالتي راه ما كاينش خدمه. اللي تيقول لك راه الخدمه كاينه راه ما كاينش. انا تنوصل واحد النداء للناس اللي تيقول لك راه كتافك راه الخدمه كاينه، ولكن انا ملي تمشي ما كايناش خدمه. هاد الناس اللي تيقول لي خدمه كاينه يدبروا لي هما على خدمه. العيبيه الا ما خدمتش وما زيتش ولدي كون قالوا لي تبيع الدم ديالك كلوه تحيده وتبيع حق على حساب الانبيحه. ما نكرهش يعني، واش نمشي نسرق؟ واش نمشي ندير شي حاجه خارجه للطريق؟ راه ما عديش، راه ما كرهتش لي. انا ما باغا لا فلوس لا والو، انا بغيت ولدي غير يتشافى ويتعالج. احسن يديرها في فرنسا، لا لقيتي شي واحد عايش برا يديرك، حيت خاصو ينقص من الشحمه ودال ليه الله يزر. شي واحد يتكلف بيديه يهزو ويديرو ولدو ويديرو اي حاجه، يديه يدير لي العمليه. شي اللي تنطالب انايا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش تديروا جيم.